كابتن رمضان مساء الفل. طب حتى ما يوعدناش بطولة الشركات هتبدأ الأسبوع الجاي، ما يوعدناش نروح بطولة الشركات؟ مش ده مش وعد بحاجة، بس همسح الكابتن ضيا. كابتن ضيا مساء الفل. كابتن مارادونا كابتني وهو اللي يتكلم وانا قافل التليفون. بقول لك ايه، كان لعيب جامد يا دودا. كابتن رمضان كان لعيب جامد، خد بالك يا دودا يا حبيبي. لا ده كابتننا الكبير، ده كابتننا الكبير يا شباب. ضيا اقول لك حاجة يا ضيا. نعم ضيا، ايه رايك لو انت مدير فني لمنتخب مصر وتقول التصريح بتاع الراجل ده كان عمله فيك ايه؟ انا مش عايز، بس يا كابتن رمضان سيب لي انا الكابتن ضيا. سيبه لي انا، هبدا بس بيك كابتن رمضان. واضح ان شبابنا عامل قضيه، ما ربنا يستر جايبنا انا وانت عشان لا انا والله العظيم انا كابتن. وانت مش سالك انت. انا بتكلم يا كابتن ضيا كمواطن مصري. انت النهارده الدوله ليه قررت ان هي تدعم المدربين الاجانب، والدوله وافقت ليه على عقد يبقى ممتد 4 سنين؟ عشان خاطر في الاخر المدرب من بدري يقول لي انا مش بوعد بكاس عالم، واديت مثال لكيروش وطلعت اعتذرت ورسم لكيروش. حقك عليه حقه. اذا كنا هنتعامل بهذا المفهوم والمنطلق يبقى احنا اسفين يا كيروش بصراحه. يعني ده الراجل كنا ماسكين له على الفتفوته، وراجل جاي والتصفيات شغاله بتاعت كاس العالم، وما صبرناش عليه لا في بطوله عربيه ولا في كاس امم ولا في تصفيات كاس عالم. قلنا له لازم تمشي والكلام اللي انت عارفينه. انا كابتن رمضان، رايك ايه الاول في التصريح ده؟ ده تصريح خطير جدا جدا جدا. انت عارف انت لو بتتعاقد مع مدير فني اجنبي لمده موسم مثلا، وقبليها مثلا ايه بثلاث اربع شهور ولا حاجه زي موقف كيروش، يعني خلينا مثلا راجل جاي والتصفيات شغاله، كان عنده ماتشات ليبيا والكلام، كانت التصفيات شغاله اوريدي. ده بالظبط. لكن انت هقبله منه، متعاقدين معاك 4 سنين عشان تقول ان انا مش ما برضوكوش ان انا احصل على بطوله افريقيا، وما بوعدش ان انا اروح كاس عالم، وما انت بتوعدنا بايه؟ وما انت جاي ليه؟ طب مشروعه ايه؟ هو انت سمعت طب. يا كابتن انت حد طلع قال لك مشروعه ايه؟ ولا حاجه خالص. يعني اتعمل مؤتمر قال لنا الاربع مشروع الراجل ده ايه والاهداف ايه؟ طب ما هو قاله اهو، خلاص بقى هو قاله بلسانه اهو. صح، هو مشروعه ان هو لا هناخد بطوله امم افريقيه، ولا بيوعدنا ان احنا نروح، ولا بيوعدنا نروح كاس عالم. يا جماعه طب اربع سنين يا جماعه وبيصرح التصريح ده؟ ده كيروش ما صرحش التصريح ده. ده 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 ده, ده كيروش وهو موجود يا كابتن قال انا جاي عشان اوصل كاس عالم. لو تفتكر. طبعا، لان هو كان جاي قبل بطوله افريقيا بفتره بسيطه جدا، فبالتالي قال هدف الاساس اوصل كاس عالم. يعني ما قدرش يقول تصريح زي ده. لكن هو قال لك، طب ما هو لو كروش ما كانش قال التصريح ده ان هو بوعدكم ان احنا نوصل كاس عالم، امال هو كان جاي ليه؟ ده راجل. هقول لك حاجه، احنا لازم نعترف كلنا ان احنا اخطأنا في حق كروش الحقيقة. انا اعتذرت يا كابتن بعد التصريح ده والله، وانا كمان بعتذر. انا قعدت اكابر اكابر اكابر، بس بعد التصريح ده حق. ده هو راح كاس العالم واحنا لا. انا عارف ربنا كافئه مع ايران، راح كاس هو راح واحنا قاعدين ما رحناش. بس ده تصريح خطير محتاج يا كابتن. انت مش معاه انه محتاج توضيح بوضوح من اتحاد الكوره؟ ده محتاج توضيح، ومحتاج توضيح كمان. احنا دلوقتي بقى فيه مسؤول عن المنتخب الاول حازم امام، وحازم امام هو اللي متعاقد مع الراجل دوت. محتاج توضيح من حازم امام يوضح لو الراجل دوت فعلا بيأكد كلامه، بيأكد التصريح ده، ده لازم يمشي يا جماعه. هيقعد 4 سنين وما بيقعدناش لا بافريقيا، ولا بيقعدنا ان احنا نروح كاس عالم. امال احنا هنروح كاس عالم انت 20 هجيب مدرب قبلها 16 سنه بقى؟ ده احنا على كده خد بالك. ايه ده انت اول مره نجيب مدرب 4 سنين، ما حصلتش في التاريخ. دي نمره واحد. اول مره نمره اتنين يا كابتن، كاس العالم اللي جاي 26 ده 48 منتخب اترفع من 32 منهم 10 من افريقيا. ده يبقى احنا والله 9 ومقعد عليه منافسه. انا 10 لو سيبنا الراجل دوت استاذ محمد، اقسم بالله يبقى احنا ناس بنهرج. لان ينفع ان انا اقعد اتعاقد مع مدير لاول مره اتحاد كوره، او اقول لك حاجه، لاول مره حتى في الانديه المصريه ان حد بيتعاقد مع مدير فني اجنبي 4 سنين. ما حصلتش. وبص يا كابتن وساكتين، وما قالولناش المشروع ايه وساكتين، وقالوا لنا الراجل هيبني محدش قال لنا حاجه، ولا في المؤتمر بتاعه وضح، ولا اتحاد الكوره عمل مؤتمر وضح ولا حاجه. بس هنيجي عند التصريح ده ومش هنسكت. لا نسكت ايه يعني؟ انا النهارده في تصفيات كاس العالم يا كابتن لو بلعب منتخب صغير وخسرنا اول ماتش هنسيبه بقى يكمل، لانه ما بيوعدش كاس عالم؟ ما طبعا يكمل بقى ونخربها وعادي. ما هو يقول لك، هو انا وعدتكم ان انا اوديكم كاس عالم؟
لا يا جماعة ده احنا كده نبقى ناس بنهزر يا كابتن. هزار فعلا، هزار هزار. اه كده بنهزر.